يستحضرك في البال وأنت تستذكر الخليلة صناعاتها وموروثاتها التقليدية القديمة. يوم وطني مفتوح أقامته جامعة بيرزيت في قاعة بلدية الخليلة لتعزيز الإبداع في مجالات الفنون والحرف والتصميم الإبداعي، حماية لتاريخ المدينة من إجراءات الاحتلال التهويدية. هذا اليوم يتوج مرحلة طويلة من النشاط والعمل مع المؤسسات الحرفية في مدينة الخليل وفي محافظة الخليل وفي محافظة بيت لحم. نتأمل أنه هذا اليوم يوطد العلاقة بين المجتمع المحلي وبين هذه الحرف والصناعات. جغرافية التاريخ الفلسطيني يمكن أن تشاهدها في المعرض والذي شاركت فيه نحو 50 مؤسسة محلية. هذه واحدة من الزوايا الإبداعية والتي تسر الناظرين. عملت زاوية فسيفساء خاصة بعملي. طبعا هذه الفسيفساء عبارة عن ما هو مستهلك من مصنع خزف، باخده وبسوي فيه الفسيفساء بفن جديد، بعمل جديد، بخيال جديد، قطعة لا تكرر، فن آني يظهر معي أثناء العمل بدون تخطيط مسبق. واستحوذ المعرض الذي حمل في طياته فعاليات فلسطينية عديدة على الزائرين الذين ساهموا في رفع القدرة الشرائية لدى التجار، مؤكدين على ضرورة فتح أسواق إقليمية ودولية تكرس الوجود الفلسطيني عبر صناعاته التقليدية. يعني حقيقة معرض كثير رائع، كثير ممتاز، بيعطي انطباع جيد جدا عن محافظة الخليل وعن إنجازات الصناعات اليدوية فيها اللي هي مشهورة فيها أصلا. دعاء سيوري، الخليل، تلفزيون وطن.